يواصل أبطال الكويت تسجيل إنجازاتهم المشرفة وتسليم شعلة النجاح من يد إلى أخرى في مساعى مستمرة لرفع راية الكويت في المحافل الدولية. وها نحن اليوم نفتقر بنموذج آخر وليس بالأخير، بطل المنتخب الوطني للمبارزة محمد الفضلي الذي تداول مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي في الكويت خبر إحرازه المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم الأشبال المقامة في رومانيا. فتحت هاشتاج البطل محمد الفضلي تداول رواد تطبيق تويتر صور اللاعب محمد الفضلي وعبارات التهنئة وسط فرحة إحرازه النصر، دعينا الله له بالتوفيق في مسيرته الرياضية.